الله اشد فرحا بتوبه احدكم من الضاله يجدها بارض الفلا حتى يتبين لهم انه الحق بسم الله الرحمن الرحيم اخي الحبيب اليك هذا العمل الله يفرح بك اذا قمت به هل هذا معقول الله يفرح بعبد ضعيف مخلوق لا يساوي شيئا، نعم اخي الحبيب وهو عمل من ايسر الاعمال وابسطها. انظر معي اولا لهذا الحديث النبوي العظيم الذي معظمنا يغفل عنه، وانا اريدك ان تحفظ هذا الحديث وان تتذكره كل يوم وكل لحظه. الحديث موجود في صحيح ابن حبان، النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لله اشد فرحا بتوبه احدكم. اذا الله يفرح وله المثل الاعلى طبعا، الله غني عن عباده، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يخبرك بان الله قريب منك، ان الله يحبك. أنت عندما تحب ابنك تفرح إذا نجح إذا نجح تفرح له إذا أنجز عملا جيدا الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من الضالة التي يجدها بأرض الفلا تخيل تخيل أخي الحبيب رأينا هناك مقاطع فيديو مؤلمه جدا لاناس تاهوا في الصحراء وصوروا اخر لحظاتهم صعب جدا اصعب شيء ان تتوه في صحراء وتفقد الامل وترى الموت بعينك هذا احساس صعب جدا 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 وبخاصه ان هناك دراسه علميه تقول ان الذي يضيع في صحراء يمشي في دوائر يعني هو يلف حول نفسه هو يظن نفسه انه يسير بخط مستقيم ولكن بالنتيجه يمشي عده كيلومترات فتجده يرسم دائره ولا يصل الى الطريق الصحيح سبحان الله تخيل هذه الارض الفلات اي الصحراء الممتده لا ترى اي اثر للحياه فقط ترى الرمال والافق تخيل انك تهت في صحراء انقطعت عنك الاتصالات طبعا الضاله الضاله هي المتاع الموجود على مثلا البهيمه يعني مثلا آه، تخيل انك فقدت سيارتك فيها الماء والطعام والموبايل وفيها آه، طريقه تستطيع التوجه بها وتستطيع ان تتصل باهلك فجاه قطعت مسافه مشيا تريد ان تصطاد تريد ان تستمتع بالطبيعه وفقدت هذه السياره واشرفت على الموت تخيل فجاه انك تجد هذه السياره ما ضل عنك وجدته الذي فيه حياتك كم كميه الفرح الذي تشعر به يعني هذا الشخص الذي رايناه يموت في صحراء ويوثق اخر لحظاته تخيل انه فجأة وجد من ينقذه كم سيكون فرحا هذا اعلى انواع الفرح على فكره على الرغم من ذلك الله اكثر واشد فرحا بتوبه احدكم من هذا الذي ضلت عنه راحلته وفجأه وجدها سبحان الله والله ايها الاحبه هذا الحديث يشهد انه نبي صادق. ما الذي اعلمه بان اكثر مواقف الفرح عند الانسان هو الموقف الذي يشرف فيه على الموت وفجاه ياتي من ينقذه من هذا الموت بعد ان ياس تماما وايقن انه سيموت. طيب معقول ان الله يفرح في بي او بك؟ نعم اخي الحبيب لان الله اصلا لو لم يكن يحبك لما خلقك اصلا الله يحبنا جميعا يريد لك الخير يريدك ان فقط ان تقترب منه يعني انظر الى رحمه الله نحن نبتعد عن الله وننغمس في الدنيا والله ينادينا ويطلب منا التوبه، انظر معي الى هذه الايه العظيمه التي تصور لنا حاله من يتوب الى الله. الملائكه انواع ايها الاحبه من اعلى انواع الملائكه حمله العرش، هؤلاء الذين يحملون عرش الرحمن والله غني طبعا عنهم ولكن الله جعل لكل شيء سبب. الذين يحملون العرش ومن حوله. هؤلاء من الملائكه العظام الكرام. ماذا يفعلون؟ انظر في كل لحظه. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. اذا كنت مؤمن بالله. لذلك النبي طلب منا ان نجدد ايماننا. والله قال لنا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله <applause> انظر يعني ان تجدد الايمان لكي تستغفر لك ملائكه الرحمن حمله العرش. ماذا تقول هذه الملائكه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا. سبحان الله يعني يعني انظر انظر الكرم الالهي. بمجرد ان تقلع عن ذنب انت اصلا انغمست به. قد ترتكب فاحشه ثم تتوب الى الله. انغمست في الذنب ولكن هداك الله ان هذا العمل خطا ويجب ان تتوب الى الله بمجرد، انظر اخي الحبيب. بمجرد ان تقول استغفر الله العظيم واتوب اليه صادقا من قلبك توبه صادقه والله انك تدخل ضمن هذه الايات ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا يعني لك تخيل بمجرد ان تقول استغفر الله واتوب اليه بدات ملائكه الرحمن حمله العرش بداوا يستغفرون لك ليس هذا فحسب فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم انظر ليس فقط فرح من قبل الله في الدنيا ورحمه في الدنيا بل ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم بها هم فقط لا ايضا ومن صلح من ازواجهم من ابائهم اولا يبدا بالاكبر والاعلى اذا ومن صلح يدعون لك ان تدخل الجنه ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم، طيب فقط لا هناك المزيد وقهم السيئات يعني اجعل حاجزا بينهم وبين ان يخطئوا في المستقبل وقهم السيئات انظر التوبه لذلك انا اقول لك لا تيأس لماذا التوبه مهمه؟ لان الملائكه تدعو لك ان يقيك الله شر السيئات وشر الفاحشه وشر الاعمال هذه السيئه في المستقبل ايضا. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم، يعني انظر اخي الحبيب والله الواحد يعجب. كل هذا فقط لأنك تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه نعم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد طيب ماذا تخسر إذا تبت إلى الله ولو عشر مرات باليوم مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل تفطرت قدماه من القيام ومن الاستغفار يتوب إلى الله ويستغفر الله أكثر من مئة مرة كل يوم وهو من الرسول صلى الله عليه وسلم فعندما سئل قال أفلا أكون عبدا شكورا طب يا أخي والله نحن اليوم الله أكرمنا بنعم كثيرة ألا نتوب إلى الله ألا نشكر الله ماذا تخسر لو قلت كل يوم قلت أستغفر الله العظيم وأتوب إليه يعني كم ثانية خمس ثواني ست ثواني مثلا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ست ثواني ضرب مئة ست مئة ثانية يعني عشر دقائق عشر دقائق من أصل أربعة وعشرين ساعة كل يوم فرغ عشر دقائق تتوب الى الله سبحانه وتعالى لتضمن استغفار حمله العرش لك ولابائك ولزوجتك ولذريتك يجب ان تتخيل اخي الحبيب معظمنا لا يتخيل اهميه الذكر وماذا يحدث عندما استغفر الله واتوب اليه معظمنا تعود أن يقوم بعمل ميكانيكي يمسك بالمسبحة أو يعد على أصابعه استغفر الله وأتوب إليه ودماغه يعمل في أشياء دنيوية <applause> لا يا أخي أنت يجب عندما تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه يجب أن تتخيل أن الله قريب منك وأن الله يرضى عنك كثيرا ورضي عنك ببركة هذا العمل. تتخيل أيضا بل تستيقن أن حملة العرش الكرام العظام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هؤلاء حملة العرش يستغفرون لك و يسالون الله لك التوبه والمغفره وان يقيك السيئات ان يجنبك الاخطاء والفواحش والمعاصي في المستقبل ويوم القيامه بل يسالون الله الجنه لك ولابائك لزوجتك لاولادك لذريتك من بعدك طيب يجب ان تضع في ذهنك هذا الامر لتتذوق لذه التوبه، لذه الاستغفار كل يوم. فاذا ما تذكرت هذه هذا المشهد ستجد لسانك ينطق باللا شعور. ستجد نفسك في كل لحظه تقول: استغفر الله واتوب اليه، تبت الى الله، اتوب الى الله، استغفرك يا رب واتوب اليك. ستجد متعة عظيمة جدا بهذا العمل البسيط كما قلت لك مئة مرة تأخذ منك على أقصى تقدير عشر دقائق نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا وأن يجعلنا من هؤلاء الذين رضي الله عنهم وفرح بهم وبتوبتهم يجعلنا من الذين تستغفر لهم الملائكة إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق